السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع واقعي وتحديات الأشخاص المعاقين في موريتانيا. ضيفنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هو محمد سالم اللبوه، رئيس الرابطة الوطنية للمكفوفين والأمين العام للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين في موريتانيا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. بداية، ما تشخيصك لواقع المعاقين بشكل عام في موريتانيا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. إذا أردنا أن نتحدث عن الواقع الحالي للشخص المعاق في موريتانيا، هو في الحقيقة واقع يتضح جليا من خلال الأنشطة المقام بها على أرض الواقع من طرف الجمعيات ومن طرف الدولة، على أن هنالك في الحقيقة اهتمام يصل يبدأ أولا بوجود الترسانة القانونية التي أصبحت موجودة في موريتانيا، والتي من أولها القانون حماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي صدر في سنة 2006، ثم بعد ذلك المصادقة على المعاهدة الدولية والبروتوكول الاختياري في سنة 2012، والذي أصبحت هذا فيما يخص القوانين، لكن الواقع المعيش لهذا الشخص كيف تجد واقعه اليوم في موريتانيا؟ يعني واقعه كواقع يعني غالبية الشعب، هنالك من هم في ظروف حسنة، وهنالك من هم في ظروف يعني متوسطة، وهنالك كذلك من هم في ظروف الحقيقة يرثى لها. إلا أن نحن نريد أن عندما نتحدث عن الواقع يجب أن نتكلم عن السياسات الموجودة أو الاستراتيجيات الموجودة إن كانت موجودة، والبرامج التي تطبق من طرف يعني الدولة أو المنظمات. وهذا طيب، ماذا عن السياسات الموجودة في هذا الجانب؟ عندما نتحدث عن السياسة العمومية بصفة عامة، يمكن أن نقول أن السياسة العمومية بدأت تهتم منذ قريب بشأن الشخص المعاق، وذلك طبعا التزاما أولا وفاء أولا بالتزاماتها الدولية لأنها صادقت على المعاهدة، ثم حماية للقانون الذي أصبح صادر في الجريدة الرسمية وصدرت عليه الجمهورية الإسلامية. ما دام في قوانين حقوق موجودة أصبحت موجودة، يجب على الدولة أن تضع سياسات واستراتيجيات لهذه الشريحة. فعلا بدأت تتضح معالم وجود يعني اهتمام بهذه الشريحة، وأصبح مفعل على الأرض، لأنك عندما نرى أن هنالك 100 شخص تم اكتتابها دفعة واحدة في الوظيفة العمومية، وهي الآن تتدرب وستكون لها يعني اعتمادات مالية في الدولة، وستشتغل وستكون لها شغل في الأماكن العمومية في مؤسسات الدولة وفي وزاراتها، هنالك أصبح يعني اهتمام يعني بهذه الشريحة، وأصبحت ضمن أجندة سياسة الدولة. عندما تكون هناك منظمات موجودة، هل يتحدث عن وجود استراتيجية قائمة يمكن متابعتها، أم أن هناك فقط يعني بعض الإنجازات والتي لا تأتي طبقا لاستراتيجية مرسومة تنطلق من واقع وتحديات هذه الشرائح؟ هنالك أولا هنالك بعد قاع ما يسمى بالمؤسسات الدولة، أصبحت هنالك إدارة عام وطني يعني في وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بالشخص المعاق، هذا لم يكن أصلا موجود. ثم هذه الإدارة بالتعاون مع الوزارة وبالتعاون مع منظمات الأشخاص المعاقين قامت بإعداد استراتيجية، هذه الاستراتيجية تم إعدادها، وهي يعني تم كذلك الاطلاع عليها من طرف المجلس متعدد القطاعات الذي توجد فيه جميع يعني ممثلة فيه جميع الوزارات المعنية بتطبيق قانون حماية وترقية الأشخاص المعاقين، وهذه الاستراتيجية قريبا ستتم إدراجها ضمن السياسة العمومية للدولة. لكن إلى أي حد تستجيب هذه الاستراتيجية لتطلعات وتحديات هؤلاء الأشخاص المعاقين برأيك؟ هذه تستجيب حسب ما هو موجود في الاستراتيجية، فهي تستجيب لكل تطلعات
للأشخاص المعاقين، لأنها تم تصميمها بالتشاور مع الأشخاص المعاقين، سواء في جانبها التعليمي، في جانبها الصحي، في جانبها التكويني والمهني، في جانبها العملي. وهي ليست استراتيجية لا تهتم، إنما هي مركزية عند إدارة عند وزارة الشؤون الاجتماعية، لكنها لكل قطاع معني بهذه الإعاقة. يعني التعليم لهم فيها جزء يجب أن يلعبوا دورهم فيها، التكوين المهني يجب أن لهم دور، العمل والوظيفة العمومية والشغل إلى آخره أصبحت هذه لها دور في ذلك. وهذا سيتم يعني طريق تنفيذه وتطبيقه وتنسيقه من طرف الوزارة الوصية اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة. طيب، هذا يحيل إلى السؤال بشأن أبرز التحديات المشتركة بين المعاقين في موريتانيا. يعني التحديات المشتركة هي تحديات التعليم. التعليم ضعيف بين هذه الشريحة على مستوى موريتانيا. فعلا تم وجود مركز، تم إنشاء مركز يعني مركز تكوين وحماية وتعليم الأطفال المعاقين، وهذا المركز بدأ يعني فعلا مركز مستقل، وهو أيضا في مجلس الإداري يتألف من جميع القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين المهني والعمل والشؤون الاجتماعية. وهذا المركز بدأ يتضح شيئا ما أن له يعني نواة للاهتمام في الحقيقة بصفة عامة بهذه الشريحة، إلا أن عندما لا يهتم بشريحة محددة أم بمختلف الشرائح؟ يهتم بمختلف شرائح الأطفال المعاقين، ويهتم أصلا بالأطفال المعاقين، يعني طفل في سن التمدرس، أطفال الصم، أطفال المكوفين، المتوحدين، لأن كانت هناك موجودة مدرسة واحدة تستقطب يعني الأطفال المكوفين وتستقطب كذلك أطفال الصم، لكن تم فتحه للأطفال الآخرين، حتى أنه فيه جانب للتكوين المهني، وهذا المركز يمكن يكون الاتصال به وإجراء مقابلة مع مديره لتتضح لكم نشاطته أكثر. أما في خصوص يعني الصحة، فهنالك يعني البطاقة التي سنها القانون، فهي بطاقة الشخص المعاق. هذه البطاقة قريبا ستصدر، وعندما تصدر ستكون فيها مجانية طبعا للتداوي، مجانا للنقل، مجانيا لتخفيض بعض التكاليف. هذه ينتظر أن تصدر، لم تصدر بعد. لا لم تصدر. ماذا عن التحديات الأخرى غير المتعلقة بالتعليم والمشتركة بين مختلف فئات المعاقين في موريتانيا؟ ماذا تعني عندما نحن هل توجد تحديات مشتركة بين مختلف المعاقين في موريتانيا غير الجوانب التي ذكرت المتعلقة بالتعليم؟ هناك تحديات الصحة، هناك تحديات الفقر، هناك تحديات الولوج، حتى الولوج يعني في المباني العمومية، الولوج في الطرق. أنت عندما ترى تصميم الطريق الآن عند طريق شارع جمال عبد الناصر، عندما يكون شخص على يعني على مقعد متحرك لا يستطيع أن لأن هنالك حاجز كبير على جوانب الطريق، وهو لا يستطيع أن لا بد أن يمشي مع موازي مع السيارات في نفس المكان. وهذا في الحقيقة يعني تحدي للولوج، يجب أن يراعى هذا، ينظر هذا بعين الاعتبار وتتم تكييفه مع وضعية الشغل. هذا عندما ترى يعني مثلا يعني الإشارات الصوتية، الإشارات الضوئية عفوا، الإشارات الضوئية لا يوجد فيها صوت ينبه الشخص الكفيف على أن هنالك ضوء الأخضر أو الضوء الأحمر، أو لأنه هذا هو الموجود أصبح في العالم اليوم. اليوم الشخص الكفيف في العالم يتنقل بكل حرية ويستطيع أن يقطع الشارع دون أي مساعدة من شخص آخر، لأن الإشارات الضوئية مصاحبة لها إشارات صوتية. هذا فيما يتعلق بالولوج. أما فيما يتعلق بالتعليم تكلمنا عنه، لا يوجد سوى المركز، لكن المركز الآن يفكر في وضع يعني مراكز على المستوى الداخل، إلا أن هنالك نواة يعني لتعليم الصم تقريبا في كيهيدي وفي سيلي بابي من طرف يعني منظمات غير حكومية. طيب، وهنالك هل توجد إحصائيات دقيقة بشأن أعداد المعاقين في موريتانيا وأبرز فئات الشريحة؟ هذه مشكلة أساسية، لأن إحصاء آخر إحصاء للسكان والمساكن، وهو الإحصاء وهو قام به يعني المركز يعني الوطني للإحصاء أو المؤسسة الوطنية للإحصاء، وهي المصدر الرسمي، عندما قام بالإحصاء وجد أن الأشخاص المعاقين في موريتانيا يمثلون حوالي 0.1%
من كافة السكان، وهو ما الحقيقة ما يتنافى وتوقعات منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي والمستوى الدولي. فهم يقولون أنها 15% في كل دولة، في كل دولة من الدول النامية يمثل الأشخاص المعاقين فيها حوالي 15%. ونحن كذلك لم نعترف، نحن كمنظمات غير حكومية لم نعترف، لا نستطيع أن نعترض على ما قامت به الدولة الرسمية، لكن نحن لا نعترف ونقول بأن الإحصاء الشخص المعاق لم يكن على ما يرام، لأنه عندما يأتيك عداد فهو لا يسأل على رقم وجود الخانة، لأننا نحن اشتغلنا مع المكتب الإحصاء في التحسيس بهذه المسألة. عندما تكون هناك خانة للشخص المعاق، عندما لا يرى العداد أن الشخص معاق أمام عينه فهو لا يسأل هل الأسرة فيها شخص معاق أو لا يسأل. وعادة كجمعيات هل قمتم بدور في هذا الإطار؟ يعني نحن قمنا في البداية القيام بإحصاء مثلا ولو بالتعامل، لا نحن لا نستطيع هذه المسألة. يجب أن هنالك مسائل لا يستطيع منظمات المجتمع المدني أو منظمات الأشخاص المعاقين أن تقوم بها، لأنها من عمل الدولة إحصاء. ممكن أن تقوم بها بالتعاون مع الدولة في هذا؟ نعم طبعا، نحن تعاوننا معهم في إطار تحسيس بالإحصاء وتكوين العدادين، لكن على مستوى الداخل أعتقد أن العدادين الذين اشتغلوا في الداخل لم تصلهم الرسالة بطريقة سليمة، وهذا ما أدى فعلا إلى أن هنالك نقص في المعلومات على مستوى الشخص المعاق. لكن الإحصاء، أما الإحصاء نحن نستطيع أن نقوم بمثلا جرد معين، يعني تبيان عن عدد الأشخاص المعاقين في مقاطعة أو في ولاية أو في، لكن على كافة التراب هذه إمكانيات هائلة. نحن لا نستطيع أن نقوم، نحن نعتمد على الإحصائيات حسب انتساب الأشخاص المعاقين للجمعيات، وأقول أنهم ليسوا بالقليلين، الأشخاص المعاقين كثيرين جدا. طيب غياب يعني وجود إحصائيات وأرقام دقيقة بشأن أعداد المعاقين وفئات الإعاقة أيضا، هذا لا يقلل من شأن يعني وضع الاستراتيجية، لأنها ينبغي أن يتم وضعها بناء على أرقام محددة وعلى فئات معروفة لكي تستجيب لتطلعات صحيح هذه تحدي وفعلا، لكن ما هو موجود حتى الآن هو يعني يعتمد على الإحصائيات التي يعني موجودة عند، أعتقد عند رسمي، فهو يعتمدون رسميا على ما هو عندهم، لكن في الحقيقة نحن نحتاج إلى أن تتضافر جهود يعني الجهات المعنية كلها، سواء على مستوى يعني القطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإحصاء، على أن تكون هناك عدد حقيقي لهذه الشريحة. يجب أن تتعاون يعني المكتب الوطني للإحصاء مع الممولين ومع الشركاء ليقوم بجرد حقيقي لهذه الشريحة. وأعتقد أيضا أن التسريع بهذه البطاقة، ببطاقة الشخص المعاق، لأنها تعطي له كثير من الامتيازات، ستساعد في معرفة عدد الأشخاص المعاقين بصفة دقيقة. طيب في موريتانيا توجد عشرات الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة والمهتمة بالمعاقين، إلى أي حد يعني أضافت هذه الجمعيات شيئا جديدا غير الاحتفاء ببعض المناسبات الخاصة برأيك؟ طبعا في أعتقد فيما بين 2012 إلى غاية اليوم تم الاعتراف بحوالي 35 إلى 36 جمعية للأشخاص المعاقين، لأن هنالك أصبحت الدولة أصبحت في ميزانيتها مبلغ مالي مخصص لهذه الشريحة، وهذا المبلغ يصل للجمعيات عن طريق الاتحادية، وهو دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا، فيه ما يخص بالتعليم، فيما يخص بالمشاريع المدرة للدخل أساسا. أما فتعدد الجمعيات هي ظاهرة صحية أو ظاهرة اجتماعية شيئا ما، تتماشى مع يعني الإحمار عندنا نحن على المستوى الوطني، كثرة الأحزاب، كثرة المنظمات الغير حكومية، كثرة يعني منظمات الأشخاص المعاقين، أحرى عندما تكون هنالك يعني مساهمات مالية يمكن أن تجدها، يمكن، لكن هنالك جمعيات نشطة وتحقق الكثير للشخص المعاق، وهنالك جمعيات تحاول
أن تقوم به، لكن تنقصها الخبرة وتنقصها الإمكانيات. لكن عندما يقوم شخص أو تقوم جماعة بطلب وزارة الداخلية بالترخيص لها للقيام بمهمة، فنحن كأشخاص معاقين وكقيادي معاقين، خصوصا عندما تكون هذه الجمعية من الأشخاص المعاقين، نحن نعتبرها نجاح، لأن الأشخاص من أنفسهم أرادوا أن يقدموا خدمة، أرادوا أن يعترفون أولا هم بإعاقتهم، وبالتالي يريدون أن يقدموا خدمة لهذا المجتمع. ونحن هذا يحيل إلى جانب آخر متعلق بعدم الاعتراف بالإعاقة، هل لا يزال هذا الإشكال مطروح لدى الشخص ما المعاق؟ زال مطروح في بعض الأشخاص المعاقين، من لا يعترف أو من لا هو ليس عليه أن لا يعترف، لأنه هو أصلا شخص معاق، لكنه ما زال يعني مصاب يعني بمشاكل نفسية، أو خصوصا عندما يكون له تكون إعاقته مثلا حركية، أو إعاقته أو كفيف، أو كان موظفا رات عاليا، أو له إمكانيات، عندما يصبح مكفوف مثلا يتقوقع حول نفسه ويعتقد أن الدنيا قد مثلا قد سدت أمامه وليس له مهرة. أما في الحقيقة فهو لا يفهم أنه أصلا إنسان، وكرمه الله تبارك وتعالى بالعقل، وخصوصا أنه لم يولد مكفوف أو لم يولد معاق، وأصبحت لديه إمكانيات ثقافية علمية يجب أن يواكب يعني التطورات العلمية. عندما يكون إطار مثلا تم أصيبه بالكفاف وهو مثقف وله قدرة أصلا على، نحن على مستوى الرابطة لدينا ما يسمى بالمعلومات الملائمة للشخص الكفيف، يمكن للشخص أن يتكون عليها، وبالتالي يصبح كأي الأشخاص العادي يمارس عمله، يقوم بطباعة وثائقه، يقوم بإعداد مشاريعه إذا أراد، يقوم يعني البحث على مستوى الإنترنت كالأشخاص العاديين، لأن هنالك اليوم التكنولوجيا أصبحت في خدمة الإنسان أينما كان ومهما وأي نوعية كان، يسوى كان معاق يسوى كان مثلا، وهذا هو ما نريد للشخص المعاق. طيب في هذا الإطار، في الجانب المتعلق بهذه الجوانب النفسية وغير ذلك، كتحديات تواجه الشخص المعاق، كيف تواجهونها أنتم في الجمعيات؟ نحن على مستوى الجمعية أتكلم لك عن جمعية المكفوفين أساسا، عندما نعلم أن هنالك شخص كفيف أصاب بالعمى مؤخرا، فنحن نحاول أن نتصل به ونحاول أن ندمجه ضمن برامجنا وضمن أنشطتنا، لكن عندما لا نعلم به وعندما تكون لدى ذويه أو هو نفسه الإرادة لأن يستمع إلينا، فنحن لا نستطيع أن نقتحم الحرية للشخص، لكن نخاطبه كما نخاطبه اليوم من خلال وسائل الإعلام بصفة غير مباشرة، أننا نحن على استعداد لمواكبته ولدعمه. فهنالك الكثير من الأشخاص المكفوفين في العالم اليوم، عمد اليوم، وزراء اليوم، مديري محاسبين، مديري أي نوع تقلد مختلف المناصب. إذن المشاهدين الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها واقعة وتحديات الأشخاص المعاقين في موريتانيا. محمد سالم، قبل الفاصل تحدثنا عن الجانب المتعلق بالعقد النفسية بين ظفرين التي تواجه بعض الأشخاص المعاقين
إزاء التعاطي مع الإعاقة، كيف تجد نظرة المجتمع للشخص المعاق اليوم في موريتانيا؟ أنا أعتقد أن النظرة أصلا بالنسبة للشخص المعاق في المجتمع في بداية الحركة الجمعوية كانت النظرة لا تزال شيئا ما نمطية، هي بالنسبة لهم الشخص المعاق هو ذلك الشخص العاجز الذي فقط يحتاج إلى أن تقدم له يد المساعدة، وهذا لا يزال يظهر في حتى مثلا يطفو على سطح من بعض أنشطة بعض الجمعيات، لأن عندما ترى الجمعيات يقومون بتوزيع أكياس من السكر، أكياس من اللبن، شيء هكذا، هذا على فهذا في الحقيقة نحن نريد للشخص المعاق أن يتكون، أن يتقبله المجتمع على أنه شخص صالح، ويجب أن لأن نحن نقول أن الشخص المعاق ليس هو الإعاقة ليست هي التي تعيقه، إنما يعيقه المحيط، عندما يقوم ما يؤهل المحيط للشخص المعاق ويلائم المحيط مع الشخص المعاق، مثلا شخص طفل مثلا معاق حركيا، ما الذي ينقصه أن يذهب إلى المدرسة؟ مقعد متحرك، مدرسة تكون مدرسة لها فيها يعني مكان للولوج، لا تكون مثلا في يكون قاعات قابلة لأن يدخل فيها المقعد المتحرك والشخص المعاق بعكازه وبمقعده المتحرك ويجلس قرب الآخرين ويأخذ دفتره وقلمه ويدرس مع الآخرين كأي طفل عادي. للشخص الكفيف عندما تكون هنالك برايل يكون مكون مؤهل على تعليم الطفل الكفيف، الطفل الكفيف يواكب تمدرس الأطفال حتى منذ الابتدائية، لكن اليوم عندنا في موريتانيا يبدأ الاندماج الشخص الكفيف من الإعدادية الشخص الكفيف يدرس. هذه تحديات تتعلق بالتعليم وتحدثنا عنها، لكن نظرة المجتمع إزاء الشخص المعاق إلى أي حد تغيرت وأضحايا تعاطى مع الشخص المعاق بالشكل العادي؟ أصبح لا نقول أنها 100%، لكن تغيرت أو أصبح الشخص المعاق يعني يحظى بشيء من الاهتمام من ناحية المجتمع، لأن المجتمع عندما ترى أنه يبحث عن تدريس طفل معاق أو ذهاب به إلى مراكز عمومية للتعليم، وهم كانوا بعيدا من هذا، بالنسبة لهم الشخص الطفل المعاق أو الشخص المعاق فهو آلة، فهم هنالك من بعض من يأخذه ليتسول به على قارعة الطريق، وهذا من المحزن ومن المؤسف، لأنه هو شخص وإنسان له إنسانيته وبإمكانيته أن يندمج في المجتمع كأي أشخاص المعاقين كأي إنسان عادي. وما الذي دفع إلى هذا التغير في النظرة؟ هل هو الشخص المعاق هل أثبت فعلا جدارته واستحقاقه بأنه مثل أي شخص آخر، أم أن المجتمع هو الذي غير النظرة بنفسه؟ لا لا لا، هذه الجمعيات الأشخاص المعاقين والأشخاص المعاقين المؤهلين الذين يتحركون في الشارع والذين يدرسون في الجامعات والذين يمارسون حتى عمل في الأماكن العمومية مثل تقريبا عندما نحن على مستوى الرابطة قمنا بتكوين 5 مكفوفين في تونس على التوزيع والعمل الإداري، وكل هؤلاء المكفوفين تم دمجهم في أماكن عمومية، وبالتالي هذه غيرت النظرة عني. وكذلك الأشخاص التحسيس الذي يقوم به الأشخاص المعاقين أنفسهم عبر الجمعيات، عبر وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام اليوم أصبحت تعطي اهتمام لهذه الشريحة، تحاول أن تغير من هذه النظرة، وخصوصا عندما تعددت وسائل الإعلام، فنحن مثلا البرنامج الذي قمنا بإطلاقه نحن الرابطة ونظراء المربون مع المنظمة العالمية للأشخاص المعاقين في يوم الاثنين الماضي، الذي يهدف إلى تحسيس وتعبئة المجالس المحلية على ضرورة إدماج الشخص المعاق ضمن سياساتهم، فهذا تم تغطيته من كافة وسائل الإعلام الحرة والوطنية وحتى القنوات يعني حتى يعني المواقع الإلكترونية، هذا مهم، هذا هو من سيساعد في تغريدة العقلية. ونحن أردنا بهذا أيضا إطلاع المنتخبين أنهم منتخبين من طرف الشعب، يجب أولا أن ينتبهوا إلى أن الشخص معاق جزء من الشعب وله صوته، ويجب أن يواكبوا يعني اهتمامه والسياسة التي تهتم به ويدرجون ضمن برامجهم، وهو كذلك على ليس
ليس لبلدية معينة، فهو لجميع البلديات على مستوى نواكشوط، وقمنا بالجزء الأول منه وهو البلديات السبخة. لكن الواضح أن الجهد يتركز أساسا على المدن، بينما في الداخل يكاد يغيب هذا الاهتمام، ألا يشكل تحدي وعبء أكبر في الداخل؟ صحيح منه في المدن. صحيح، نحن وهذا ما أردنا من خلال تنظيم اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، قمنا في هذا العام تنظيمه في انطلاقته من النعمة، وذلك وحضرت الوزير الشؤون الاجتماعية والنفسية أشرفت على ذلك مع الشركاء ومع الاتحادية والمنظمات. أردنا بذلك إلى أن نظهر للعالم وللمجتمع ولأصحاب القرار السياسي أن المعاقين لا يوجدون إلا في نواكشوط فقط، إنما يوجدون في جميع الولايات، وهم كثر أيضا، ويجب الانتباه إليهم وتوجيه الأنظار إليهم، وإطلاع أيضا على أن الدولة لا تهتم بجزء عن جزء، وإنما تريد من خلال المنظمات أن تصل إلى جميع الأشخاص المعاقين. فعلا نحن قمنا أولا بهذا النشاط على مستوى ولايات نواكشوط، لكن سنقوم عندما ينتهي وعدة تقرير ستكون فيها توصيات إلى أن نحاول أن نقوم بالداخل في ذلك، لأن هنالك جانب ومشاركة سياسية، يجب للأشخاص المعاقين أن يكون لهم نصيب بالمشاركة السياسية، يجب للمجالس البلدية أن تكون فيها أشخاص معاقين، لأننا عندما طرحت على المجالس البلدية التي كانت معنا في التكوين الماضي هل يوجد لديكم شخص معاق في مجلسكم البلدي؟ جميعا قالوا لا، لأنهم وهذا ما حدا بهم إلى أن لا يقومون بكثير من الأنشطة لصالح هذه الشريحة ضمن برامجهم، لكن عندما يكون هناك أشخاص معاقين ضمن المجلس السياسي. لكن هذا نوع من التمييز هل يعتبر إيجابي؟ ضرورة أن يكون في كل منصب هناك شخص معاق وفي كل مجال هناك شخص معاق؟ إذا لم يكن مؤهل، هل من الضروري أن يكون هناك شخص معاق من أجل أن يكون التمييز إيجابي برأيك؟ نحن على الحزب أو على من يرشح لائحته أن يختار من هو مؤهل لمن لديه يعني إمكانيات، من لديه إمكانيات علمية وثقافية، أو لأن ليس فعل هنالك مثقفين، هنالك أطر لكن من المعاقين، لكن حتى أن هناك أطر من المعاقين لكن لا يفهمون، حتى أنهم لا يفهمون في الإعاقة، لأنهم لم يدخلوا أصلا الحركة الجمعوية للإعاقة، ولم يتكونوا في تكوين ودمج الأشخاص المعاقين، عندما كانت لهم ربما قدرات أو إرادات إلى أن يتعلموا، وبالتالي وصلوا إلى مناصب معينة، لكن لا يفهمون أكثر فيه. حتى تجد من هو ليس متعلما، لكنه ربما لديه نظرة أقرب هي لدمج الشخص المعاق من شخص آخر أكثر لديه اهتمام سياسي أو أمور أخرى من هذا. طيب وكيف ترى يعني واقع الإعاقة في موريتانيا مقارنة ببلدان الجوار، على ذكر تونس التي كونتم فيها مثلا بعض الأشخاص على مجالات معينة؟ كان على مستوى تونس الشخص المعاق كان يحظى دمج يعني ضمن أولويات الدولة. هذا لا أعتقد الآن، لا أدري ما الذي يجري الآن، لكن أنا كنت حضرت لكثير من الملتقيات آنذاك، وأعرف أن الاتحاد المكوفين التونسي الذي كان تربطنا به علاقات جيدة كان ضمن صميم سياسة الدولة، الأشخاص المكوفين كانوا ضمن سياسة الدولة، ولديهم مباني عمومية كبيرة، ولديهم مراكز، ولديهم حتى كوتا في الوظيفة العمومية، ويشتغلون في يعني لديهم سياسة يعني تهتم بهذه الشريحة. وفي المغرب كذلك هنالك الاهتمام بهذه الشريحة، وفي دول الجوار كذلك هنالك، لكن لسنا ببعيدين جدا عن هذا المغرب، لكن تنقصنا ما يسمى بالبنى التحتية للولوج الأشخاص المعاقين. عندما بعيدين، لكن هل نحن قريبون أيضا؟ نحن عندما تكون هنالك عندما تكون يعني المباني تكون تنطلق السياسة من نظرة تقاربية أكثر لولوج الشخص المعاق لأماكن التعليم وأماكن التكوين المهني وأماكن العمل وأماكن التشغيل،
يعني تصبح يتغير الواقع، تتغير الواقع، لان لان المكفوفين المعاقين في الحقيقه لديهم طاقات هائله ويمكنهم الاندماج بصفه. اذا الى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهايه هذه الحلقه من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الاستاذ محمد سالم الربوه، رئيس الرابطة الوطنية للمكفوفين والأمين العام للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين. ونحن نشكركم أيضا أنتم أيضا بالمناسبة، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.